السلام، مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من حوت عليكم. اما في بلاصه مش جديده، بلاصه توا استانسنا بها، بنزرت وبحر بنزرت وريحه بنزرت وسيغتو حوت بنزرت في المارينا كيما راو. وفي شيف زاده، شيف استانسنا بيه واستانسنا بدبايرو الباهين، بدبايرو لبنان، بدبايرو سيغتو الساهلين. مرحبا شيف. مرحبا بيك راشد. لاباس عليك شيف؟ شعن فيك رمضان؟ والله لاباس، حدا ساعه لاباس، مازال جديد توا رمضان، ان شاء الله نوصلوا كيكا معاه ان شاء الله. وبدباراتك رمضان تعادلنا بيه ان شاء الله. شيف كيما تشوف، محضرنا اليوم شيف، كيما تشوف اليوم اخترت الحوت هذا اليوم اللي لقيته في السوق، معناتها فتي وتناول الجميع. رخيص سوم تاعو باهي. شنو الحوت هذا؟ هذا يسميوه البارانجلي، هذا بارانجلي من العائله تاع السفن والكلب البحر وكل، معناتها البواسون، معناتها كلي يسمى بواسون بلون. في كيفاش يتعمل؟ يجي صحيح يخدموه، يتسلخ ينحيلو الجلده تاعو، وبعد يتقص فريش كيتيب تجي تعمل بيه. احنا اليوم شنو نعملوا بيه؟ انا باش نعمل بيه اللي مختار، باش نعمل بيه جوته. اليوم جوته، شنو هي الجوته هذه؟ هذه شوربه تونسيه، معناتها فهمتي، شوربه ما فيهاش كعبه، تاع شوربه مرقه تاع حوت، معناتها بالنوع هذا بالحوت هذا، وتجي فيها شويه حمص شويه كلافس، معناتها تاكل جاريه مع شويه خبز، معناتها فهمتي مشمط كيما البسكوت ولا خبز تانجري. وباش نعملوا كابكابو. الكابكابو الكابكابو هذا هو مرقه بالحوت، اما يمتاز بحاجه اخرى اللي هو مع تميز رمضان. مش صعيب شيء، مش صعيب. هذا هما الموارح، تاع في ليمون، تاع في كبار فلفل بر العبيد، تحط في زيتون كعباد، معناتها مالح تاع شفوست، هذا يتسمى الكابكابو فهمتي. ولا وبعد باش نعمل، معناتها اخترنا في الديسير باش نعمل، معناتها سلطه غله، سلطه فروي. نبدل شويه اليوم مخلطه، تبارك الله. شويه تشوف نار سخون، نار حار برشا اليوم، لازم شويه غله فيها شويه اكيد. واحنا في الصيف توا سيدي رمضان، جينا في الصيف، دونك لازمنا نستغلوا بالغله اللي موجوده توا هكا ولا شيء. بالطبع بالطبع. مالا نبداو بالدبره الاولى اللي هي الجوته. هذوما توا الماكله هذيا نجموا احنا، انت فرد مره نجم تركبهم زوز مع بعضهم. معناها باش نعملوا خاطر نفس الفحات، باش نعملوا كبكبو مع بعض. نفس الفحات، باش تعمل طماطم، باش تعمل هريسه، باش تعمل التابل، الملح، الفلفل الاكحل. بون بالنسبه للجوته نحطوا كعبات حمص، باش يهزوا مع الحمص، يهزوا معناتها شويه الجو. وعندك بالنسبه للكابكابو، معناتها لا سول ديفيرونس بين هذا وهذا هو، معناتها فهمتي الموالح والحمص. معناتها احنا مشاهدينا ما ندخلوهمش بعضهم، تخرج معناها جوته شنو المكونات اللي لازمها، وزاد الكبكابو شنو المكونات اللي لازمين، ويخرجوا لهم على الشاشه. فوالا تو نجم نبداو، معناتها نحطوا زوج طناجر بعضهم نركبوهم. حطوا شويه زيت دوزونا، معناها اليوم دبارتنا في ساعه في ساعتيب. احنا راهو دبارتنا ديما في ساعتيب، خاطر رمضان وواحد يروح تعب، دونك نعطيوه حاجه سهله وفي ساعتيب وما ما تعبش. كيما تشوف نهار كيما اليوم، نهار حار برشا سخون برشا فهمتي، معناتها الناس تمشي في البحر، معناتها فهمتي باش تبدل الجو. احنا في البحر راهو حلبيت يلقى روحه، ما عادش عنده به. هنا نحطوا الزيت، عطينا زيت نفس المقادير، زيت كالعاده، شويه زيت عادي وشويه زيت زيتونه. نحطوا شويه بصل، هاكا شويه بصل معناتها في الزوج، نقصوا شويه شويه بصل، نحطوا شويه شويه ثوم. ديما الثوم به شايف فيه الثوم، بالطبع الثوم عنده منافع كبيره برشا، راهو منافع وزيد يبنن الماكله فهمتي. نحطوا شويه طماطم معجونه. هنا بالنسبه للمرقه ذي نحطوا دوبل شويه طماطم معجونه، هذه تاع الجوته، وهذه تاع الكبكابو. نحطوا ديما هنا، خاطر هذه مرقه باش تجيب اغلى شويه فهمتي، ولا هي سعر عربي كالعاده. نحط هنا شويه، كل واحد وكيفاش يحب، شايف يحبها حاره جدا. بالطبع اخي ديكو فهمتي، هو رمضان معناتها دو بريفيرونس رمضان. واحد كيما قلت ديما يتجنب توسكي مالح، توسكي فلفل الاكحل، الهريسه كيف كيف، خاطر المعده تبدا فارغه فهمتي. حاول سيتو هذايا تو رمضان، معناتها مش الشتاء، هذا رمضان في الصيف معناتها. اي ما احنا التوانسه راهو ديما نحبوا الماكله البنينه الحاره هكا تزيد تبنن في رمضان، في سير الايام ديما نحبوا الماكله الحاره. نحطوا شويه تابل في الزوز هذا شيء. ذكرني في التابل، ما قلتك عليه في الحصه اللي فارته، قلت لك على التابل. شو المكونات تاع التابل هذا؟ راس الحانوت. راس الحانوت فيه تابل، فيه اربع فحات. صحيح. تابل وفلفل، فلفل حاجه، فلفل اكحل، فلفل احمر. لا تابل، كرويه، كرويه، فلفل زينه، وفلفل واحد، وشويه رند، وشويه ثوم. انا دخلتوا عليا شايف ما شوف راسها. بالنسبه لهنا هذه تو جوت نحطوا ملح عادي نورمال. بالنسبه لهذه الكبكابو نقصوا ملح، خاطر فما عندنا باش تعمل الفاريوت. اي تبدا متولي ملحه اكثر كان نحطوا ملح. حط خليها مزوز كيما هكا، شوف المقله تبارك الله تغني. مقله تشانتي، والريحه زاد بنينه، زاد تفوح الريحه في الواحد فهمتي. هنا نمر فلفل اكحل ما نحطوش، حطينا شويه دوبليش
تحب تزيد حط انت حط ما حد شويه شويه بيزي هكاك انت نمرقوا بالماء تزغلوا نتاعها معناها نفس المكونات كيما تحط في الطنجره الاولى كيما الثانيه آه. شنو نعملوا يا خشي تو خليهم يزغلوا الغلوه نتاعهم من بعد باش نقصوا تو الحوت وتو حوت ظهر صعيب قصان الحوت هذا حوت ساهل من اسهل ما يكون قصان ولا العظيم خاطر تظهر تبارك الله كبيره لكعبة الحوت هيدي كعبيت هما هذا مشيف لا ذيك قاعده كبيره انا قسمتها على فين كيما تشوف بعد الملفحات ما تستحقوهم نحط هذيك هوني اتو انا اللي هي بالتنظيم شيف خلي لي انت خلي لي كاله ريس عربي وشويه ملح خلي لي شويه ملح والحمص شيف تستحقوا اي الحمص فكرتي بالحمص الحمص نعطيه كعبات حمص هنا في الجوته في الجوته ونحطوا شويه كلافس دوبليش عود كلافس اللي عندنا هنا الشجره نتاعنا كالعاده شيف معناها كيما اي سوق نحطوا فيه شويه الكلافس ديما اي ديما لي زيبيس هذوما الكلافس كل ما يعطيو معناتها نكهه معناتها الماكله معناتها خاصه فهمتي معناتها خليها تغلي مع هذيك تاخذ الحوت هذاك توا نتعديو الحوت الحوت بارك الله على حوت بنزرت فهمتي نقصوا قطايع كيما كان ما يتفوحش توا شيف هذا نفوحوها قص قطيعات صغيرات كيما هكا فهمتي الجوته هذا وكيف كيف كيما الجوته كيما الكبكب وقصان هذا الجوته حطوا كعبات هذا والاخرين حطوا تريفيت معناتها كبار وكبروا في البرسيون محترمين ومن بعد توا باش نفوحوهم بالهريس العربي شايفه اي باش نفوحوه بالهريس العربي نخليه هذا لازم نستعملوا الغدوه هذا نجم نعمل بيه مقوله الصلصه توا باش نتعديو اللفاح نتاع الحوت هنا ناخذوا الحوت نحطوه في الطنجره هنا يطيب وحده شايف لا لا باش نطوش نطوحوه باش نطوحوه بالكدا في الفلاشه نطوحوه بالهريسه العربي صحيت فوالا حطوا شويه هريسه دوبلاش هي عاقده علاش هريسه شايف بالذات هريسه ولا بدك تحط في الفلفل زينه فانت ما احنا نقصنا كميه نتاع الهريسه هنا هاكا نعوضوها هنا ونحطوا شويه ملح هو ملح خبيث ها هو الملح حطوا شويه ملح دوبلاش وشويه فلفل اكحل علاش انا نقص بك الفلفل اكحل باش حطيت انا نربح هنا الفلفل اكحل باش ما يبداش باش ما نحطوش زيت شايف ما غير زيت حلوه بشويه ماء دوبلاش ومن بعد شايف نخلطوهم مع بعضهم بعد خلطوهم مع بعضهم كما هكا حلو ندخلوا اللحم معناتها الفلفل يدخل في اللحم والهريسه وكل هيك ولات حمرا لونها شيف فهمتي تو هي تهز غلوه واحنا نسقطوا الحوت بتاعنا نستناوها معناها حتى هكا سي بون هي شيف بدات تغني ديجا بدات تغلي هكا بدات تهز غلوه تغني كيما تقول انت شيف هكا تغني هكا شوف سقطها سقط هنا الحوت بتاعك قداش تقعد تو هذي والله هذي ما تاخذش برشا وقت نتاع حكايه معناتها فهمتي نص ساعه من زمان خاطر هذا الحوت هذا ما فيش روح دونك في ساعه في ساعه اي ما فيش روح دي الطقس تقلب شويه شايف اما ميسالش هو الطقس هو البحر ساعه ما فيش معناتها فهمتي حاجه ما تتخوف معناتها فهمتي اكيد ما فيش حاجه تخوف اما سورتو في سخانه واحد يبدا ساي ما ضبيش شويه ريح هنا كما قلت كما شفت هنا بريزونط تعمل تحط شويه كبار هذا اللي حكينا عليه هذا الكبكب هو ميزه نتاعو كبار تحط فيه قرن فلفل بالعبيد فهمتي فما شو اسمها لوبيا تعمل هكا شايف هذيك اي هذيك مرقه لوبيا عادي هذيك الملح معناها كيف كيف ونحطوا كعبه ليمون فهمتي هذا اللي كيدي شايف ونقصوها ترونشات ونحطوا هنا وفي الجوته تقعد هي بيدها هي بيدها تقعد هي بيدها نفس الوقت هكا حاطين الواحد ونطول نغطيوها ونخليها تزغلوا ومن بعد ندريسيوها اونتر تو هي تيب على روحها هنا احنا تو نعملوا صلاة الغلة نتاعنا معناها شقان فترة نتاعنا سي حاضر ساهل حلوة في حتى شيء عامل في حتى شيء شايف اي نجم معناتها فاسيل معناتها تيب نحطوه يمشي على روحه أمور واضحة نعاود نفكر مشاهدينا اللي تحقوا بينا توا اللي دبرت اليوم عنا جوتة وعنا كبكب واللي هو مش صعيب راهو اساميهم صعاب اما في ساعة يتيبوا وزاد عنا في الديسير اللي باش نحضروه توا شنو هو شايف؟ الديسير هو سلطة غلة سلطة فرويد سلطة غلة هذه هي كما تلاقوا الجميع باش تاخذ تفاح تاخذ ولا انت ايش عندك من الغلة اللي موجود في الكوجينة اي عندك فاز عندك فهمتي الامور كل احنا اليوم ما شنو نستعملوا شيء والله احنا بنستعملوا الغلة اللي لقيناها في السوق انا لقيت كعب اناناس اليوم فهمتي اي لقيت كعب اناناس قلت هذه تنقصوها فهمتي باش نقصوها فهمتي باش نقصوها كذا وبطيخ زاد شايفه بطيخ نعمل بطيخ اناناس فريز فهمتي حالينا هذوما
الدجاج بتاع الاناناس كيما هكا، قصها بالتور كيما هكا، تخليها ديكوراتيف هذايا. هذه الزينه كهو شايفه؟ هذيك باش نزينوا بها، باش نزينوا بها زينه، نحطوها في الزينه نتاعنا وناخذوا وناخذوا فهمتي البقيه باش نقصوها فهمتي الاناناس، وطرشيها كيما هكا، نعطيها انسيزيون. تتحط انا اول مره شيف نحضر على قصان قصان تاع الاناناس. هي كسيره ما فيها حتى شيء. اي يعني هاكا اللي ما يعرفش توا كيفاش يتقص الاناناس وشو يتعلم من عند الشيف. فوالا في حد شيء معناها تنحي كان القشور. جوستومون تنجم تاخذ الاناناس تاعك تقصه كيما هكا، شوف صغار ما فيش فيحه هذا الشيء. ما فيش فيحه هذا ديريكت. ما فيش لا كل نتاع اربع فحات في بعضهم لا حتى شيء، حاجه سهله فيسا فيسا. تحط كعبة الساك نتاعك وتاخذ هذيك، تاخذ معها انا باش تاخذ معها كعبة فريز. كعبة فريز وبطيخ زاد عندنا وكعبة كيوي فهمتي، اكزوتيك فهمتي. معناها ما تسحقش باش تاكلها، تغزر بعينيك بركة شيف تشبع. ما هو شو رمضان يقول لك كل بعينيك معناتها فهمتي. لأن واحد كلها بعينيه الدنيا كلها. واحد يبدا صايم من بعد ما ينوش بشكل، والله به راه الطاولة منصوبة وخيرات وكل شيء، ودوب ما يذوق هكا شوية بعينيه هكا هو. تاخذ كعبة كيوي زاد كيف تزيدوها معاها هنا. كيوي وبنان زادة. إي. نعاونك شي في حاجة. أوفل. والله أنت تعاوني كان باش تعطيني بعد رأيك معناتها فهمتي شو في الواحد. من بعد نذوق معناها شي. أنت ذوق. تهنى. كعبة كيوي كيما هكا. سماها خلطوهم مع بعضهم شيف. بعد خلطوهم بعضهم نجم زاد نعمل معاها كريم شانتيه من فوق نزينو. والله اسمع هي سالت فري اكزوتيك هذيا ماشي تاع كريم شانتيه جينيرالمون معناتها كان مع لي فريز هكا تبدا فريز ولا حاجه فيها باك. ما نجموش معناها تنجم تخلي هذا هكا هنا تحطو هكا. انا ديما جو بريفير نقص اون غرانديوز زينه هكا وازين هكا سي نورمال. تحط هكا هنا نتاعك تغلى كهو حضرت هذيك هي. بعد صب فوق انت تنجم تعمل شويه سيرو د اناناس، شويه سيرو، شويه سكر ولا ماء، شويه زهر فهمتي تخلطهم معها، ولا كان عندك جو بار اكزومبل جو فري مثلا جو دو بوم ولا حاجه. صبوا فوق الغله هذيك نتاعك وتحطوا هذيك تقدموا. معناها سهلة توا شقا فتر نتاعنا هذا. بالنسبه معناتها المنيو نتاعنا معناتها سي سامبل، معناتها مشينا على بحرنا، مشينا شيخنا كذا كذا، روحنا فهمتي عملنا الفطور نتاعنا. معناتها سي فيت في. من بعد نص ساعة لقاو شقاونا شقا فتر. نجمو نعملوا معها بعد انت نعملوا معها سلطة نعملوا سلطة فجل، سلطة طقوس، حاجة معناتها سي بور لي جو سامبلومون هكا. لا أما هكا سافا شيف، احنا رمضان واحد ما ينوش برشا بالماكلة سوب وبلا سافا يبداو. توا شقام فتر نتاعنا سيي حاضر، الشيف باش يحطهولنا كالعادة مزيان. بارك الله راك شفت معناتها فهمتي اليوم معناتها رابيد معناتها كل شيء سهل. احنا راهو ديما في الحوت عليكم كل شيء سهل راهو ان شاء الله. ان شاء الله ديما حياتنا كلها سهلة ان شاء الله يا رب. كيما تشوف هنا جوتة حاضرة. نجمو هاك شفت الجوتة هذه هي الجوتة الحمص وريحتها من قبيلة فيها شيء. نقص الحمص تاب براتيكمون تاب حمص طايبة. طيب تاب حمص تو نعمل دريساج هنا تو باش دريسيو جوتة اللي هي مرقة بسفن. هذه كيما السوب. هذه كيما السوب تنجم تاكل معها تاكل معها خبز كيما قلت لك انا تعمل بيسكوت. خبز باغزومبل القديم باتك انا البارح باغزومبل شريت برشا خبز في داري فهمت كيفاش. ما تعرف الناس ياكل بعينها. اوكي يفضى برشا خبز يقعد خبز يستعملوا خبز يلوحوش يستعملوا نعملوا نقصوا كل التروف ونعملوا بانجري معناتها وناكل به معناتها فهمتي. ناكل به باهي هذه هي الجوت اون برانسيب حاضره. هات عليك شيف فهمتي حاضره هنا حاضره وعندنا المرقه زي كيفيه بركه لها حاضره راك تشوف انا شفتها هاكا قاعد تشم في ريحه تشم في ريحه نشم يا شيف نشم ريحه الكبار ريحه البنينه ريحه الليمون ريحه الكبار وتزغرت مش تغني والمرقه هذي عاقده فهمت كيفاش سامحني معنا ريحه الكبار خرجت شيف هاك تشوف تو هنا حاضره نجم ندري فيها وفما شكون معناتها فهمتي كيما قلت لك بيكا فاست اللوبيا اللوبيا هذيك كتلب اللوبيا هذيك تولي معناتها تولي مرقه اخرى معناتها ما عادش معناتها كبكب هذه كيما مرقه معناها قريبه المرقه نتاع السفن صحيت هذه مرقه نتاع السفن هذه كبكب وبعد ينجموا فما ناس اللي ينجم يعمل معها مثل البطاطا ما سموتها اسمتها وحدها راهو شيف يحب يصعب لكم الاسامي شويه ما انا هوني باش نسهل هكا ولا شيف كبكب واللي هي مرقه نتاع السفن مرقه نتاع السفن معناتها تجيب الليمون وبالكبار كيما تشوف الليمون مزيانه شيف لا بنين
نذوق من بعد ونقول لك مقبوله معناتها معناتها ما نذوق من بعد ونقول لك بنينه أي. ولا فهمتي ناكل ما نستعملناش برشا يدين زيت زيتونه معناتها تاع النكهه نتاعو اي فوالا سي هي توا شقه فطر نتاعنا احضر كي العاده انا نتلهي بالديكوراسيون شيف وتنظيف فهمتي نجم نزيد القصر معها كعبة ليمون من فوق تعطي فالور نكملوا التوش الصغيره دي رونديل تاعك تاع واحد لازمك التوش الاخرى شايف ما نجمش تنتظر اللي هي معناتها شكون كيفنا احنا توا في شقه فطر تحت القنطره نتاع بنزرت شكون كيفنا شايف تعرفوا توا في رمضان من اكثر الناس اللي معناتها فهمتي اللي كونسوميو معناتها فهمتي الماكله وبصفه عامه كله هو معناتها اللي جماعه اللي يبيعوا الموالح فهمتي تكثر عندهم الحركه كله اليوم شقا فطر نتاعنا سي حضر اما انا شيف متغشى عليك علاش على خاطر اليوم ما عطيتنيش استوس مش انا كهو نصور زيد الشيء المشاهدين الكل متغشين انا بالضبط مخلي لك مفاجاه باش لك سؤال مش حابك تسولني السؤال هذا ان شاء الله خير كيفاش تعرف حوطه فريسك من ريحتها صحيح حاجه اي كهو طب برشا حاجاتهم خمسه حاجات اللي هما عندك العين تبدا محلوله تعرف حوطه فريسكه عندك ريحه لودور دو مير حوت بحر اللي تو معناتها ما عادش فهمتي تفرد ميز بهذا هذا طرح كي ولي الموضوع هذا مهم برشا وعندك لي زيكاي تلقاه ميليسيا ديرونت تلقاه يلمعوا لمعان بريونت كي تعمل تهز الكعبه ياخذوا لي زيكاي نتاعها الحوته هذيك اذا وقفوا لي زيكاي حوته راهي مش فريشكه اذا تعديت عندك لي كاي ما تحوش لي زيكاي دونك حوته فريشكه وعندك الواحد المخرج نتاعها يبدا معناتها فهمتي مسكر معناتها فهمتي لي فيرمي فهمتي وعندك لي بروشي الخشاخش نتاعها تلقاه محمر معناها واحد قبل ما يمشي أي. يشري حوته لازم ساعه غير باه يقلب فيها شايف بشارك هي فريشك ولا لا هي مرمش هي باش تعرف انت حوته اللي هي فريشكه وبالنسبه للحوت هذا البرنج اللي حوت كبير هذايا هذا ما فيش شكاي ما فيش قشور هذا تم تاع ريحه البحر وتشوف لي برونشي وتلقى العين محلوله وتلقى الشير نتاعها الشير تلقاها غريزاتر معناتها لونها كي غري معناتها فاتح اذا تلقاها بتتصفار ولا عامل اللون معناتها غامق عارفها راهي معناتها اللي فريش ربي فضلك لينا شايف كالعادة ربي فضل لنا لساستوس نتاعك شايف بارك الله ان شاء الله يا ربي تكون تبرة نتاع اليوم عجبتكم وكما عودناكم كل يوم تبرة جديدة واستوس جديدة مع الشيف ماهر استنونا غدوة فرد توقيت على نفس القناة ما تنساش الخبز اللي قلت لك عليه تعملوا قصوا وتعملوا جريي وكان تحب حطوا حتى حكوا بسلنا ثوم شاتي فيه سافور وبعد غطس في الهاكوك غطس في المرقة وكل لو بواسون هاكا نصور سيد المشاهدين يسمعوا في اللي يتفرجوا فينا اليوم الكل عرفوا لي زاستوس نتاعك وعرفوا دبرت اليوم اللي هي سهلة وفيسع فيسع هذاك علاش باش نقول لهم استنونا غدوة في نفس التوقيت على نفس القناة في دبرة جديدة مع الشيف ماهر شاية طيبة نسلكوا له باي 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 باي